السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عدنا بسبب طلبات كثير من الناس والاصدقاء والمشتركين بهذه القناة، اليوم احنا عدنا موضوع جدا مهم وهو انواع الريشة. وانا سبق يعني سابقا ايضا يعني طرحت هذا الموضوع بقضية انواع الريشة لآلة العود، فاحنا نعيده لانه هم كثير من الاصدقاء من خلال بث المباشر عن طريق اليوتيوب بثيت مباشر، فالناس بدوا انه يقولون احنا محتاجين لهذا الموضوع بالرغم من انه انا محضر مواضيع اخرى. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والغناء العربي من العراق، رحب بجميع اخوتي واصدقائي الغانين واتمنى من عندكم الاشتراك في قناتي، واضافة الى ذلك اللي يحب يشترك اونلاين يتعلم التقاسيم ويتعلم الغناء ويتعلم المقامات العربية بطريقتها الصحيحة. ندخل الى موضوع الاشتراك بالدورات من خلال اما اونلاين مباشرة وياي او في بغداد الذهاب الى بيت الطالب. تلقون اسفل فيديو موجود رقم الواتساب واقدر افصلكم اياه. واشرب بكم. احنا عدنا نكون واضحين امام فشيء جدا مهم هو قضية الريشة. الريشة هي انواع، النوع الاول اللي هو المدرسة العراقية، هي تأخذ هكذا يعني تأخذ الريش، يعني مو مباشرة يدخلك ويقول لك انواع الريش. اول المدرسة العراقية اللي معتمدة على 8788 اوكي، اللي هي جميل بشير. اثنين طبعا هنا بطيئة، هنا رقم اثنين المدرسة المصرية تعتمد على 8-7 زائدا فرداش. ثلاثة المدرسة نقول هيجي التركية وهي تعتمد على 8-7 بصورة سريعة. إذا صارت عندنا احنا كلف أنواع الريشة العراقية 8-7. طبعا وهناك ريشة الجورجينة راح نتطرق لها في موضوع آخر. المدرسة العراقية هي 8-7-8-7، المدرسة المصرية 7-8 و8-7 زائد فرداش، وللتركية 8-7 تكون، وأيضا أكو موجودة أنواع الريش نكملها في 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 فيديو آخر ليكون عندكم واضح، ناخذها أجزاء أجزاء حتى يكون التفصيل بالتركيب. من يكون تأخذ الريش تأخذها بالشيء الصحيح، يعني إحنا عندنا راح تأخذها بالطريقة الصحيحة، يعني إحنا عندنا مدرسة عراقية. مدرسة عراقية، مدرسة مصرية. تركيا okay.
هناك أنواع أخرى إن شاء الله راح نأخذها بطريقتها الصحيحة، وأصبحت عندك إنه الأولى هي تسمى الثمانية سبعة ثمانية ثمانية رباعية، إن هي شنو رباعية؟ إن هي أربع ريش، والمصرية اللي تكون منفردة ثمانية سبعة، وممكن نسويها ثمانية سبعة ثمانية تكون ثلاثية يعني ثلاث ريش، والتركية اللي هي رباعية أيضا، وممكن يستخدموها حسب الأداء وحسب الطرق وحسب الابتكار للفنان. فهذه الأنواع هي بما أنه هناك أكو منهاج، لكن بالإضافة لهذا الموضوع هناك تقنية وأداء من قبل الفنان حتى هو يقدر يبرز ويضيف بموضوع حتى يكون الأداء عنده جيد جدا. أكون ممنون لكم في عملية الاشتراك في هذه القناة، وتضغط زر اللايك، ومنتظركم في الدورات الموسيقية اللي هي أونلاين مفتوحة أنا وطالب مباشرة، وموجود رقم الهاتف أسفل الفيديو. مثل ما قلنا التقاسيم، طريقة التقاسيم الصحيحة طبعا، وما في أنه بالعالم أنه يتعلم تقاسيم خلال خمس دقائق، أكو طريقة هي مناسبة له حتى يتعلم طريقة التقسيم الحقيقية، زائد أن يتعلم إذا يريد يحب أنه يتعلم الغناء الصحيح، يحب أنه يتعلم النوتة الصح، يحب أنه يتعلم الأغاني. أنا جاهز عن طريق الأونلاين، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.